بنقول انه في بعض الناس بيبقى بيعملوا حبة تصرفات، ممكن يقولوا بعض الكلمات اللي احنا بعد كده نرجع نراجعها فنبدأ نترجم هو كان بيقول كده ليه. هل مدام نجلة حكيته ده ممكن يكون علامة لشيء مبشرة بمكانة كويسة هي لوالدتها؟ المشكلة الأساسية في حياتنا إن إحنا كل حاجة بنستعدلها. وحضرتك قلتي في البداية لما أجي مسافرة، لو قالوا لك إن شاء الله هتسافر الحج السنة دي يا رب هتبدأي تستعدي قبلها بشهر، مش كده ولا إيه؟ طبعا صح، قبلها بشهر، مسافرة المصيف قبلها ب15 يوم، مش كده ولا إيه؟ مظبوط. أي حاجة في الدنيا لها استعداد أهو، عشان كده بس إحنا مش واخدين بالنا. ربك بيعدك وبيهيئك بأمور لا يعرفها الناس إلا بعد فوات الأوان. صحيح. بكلمات أنت ما تاخدش بالك منها، ممكن تاخدها هزار، ممكن تاخدها تهريج، لكن هو واقع. ليه؟ لأن هو 40 يوم بينتقل لدار الرؤية، بينتقل لدار الإيه؟ الرؤية. ولذلك أنا قلت لك هو في البيت هو شايف كل شيء. ولذلك أنت عارف حضرتك لما قلنا إن الميت أهله أو الميت بيدعي لأهله، فمن ضمن التعليقات اللي أنا قرأتها يقول لك إزاي مش إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صحيح. أنت فهمت الحديث ولا حفظته؟ دي مشكلة. ويعني كل واحد يتكلم، طب أنت بتتكلم على أنهي عمل؟ عمل التكليف ولا عمل التشريف؟ طب إذا كنت أنت حضرتك فقيه وفاهم للدرجة دي ما تحلل اللغز، إن سيدنا النبي قال لنا إن في الجنة ما فيش عمل خالص، مش هنشتغل ولا هنعمل حاجة، ومع ذلك يجي حديث تاني يقول يهللون ويسبحون ويحمدون ويصلون ويستغفرون. يبقى إذن إحنا عندنا نوعين من العمل، عمل التكليف وعمل التشريف. ولذلك ايه الفرق بين العمل ودار العمل ودار الرؤية؟ هقول لحضرتك حاجة بسيطة قوي، النطق. 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 تعالي حضرتك أعزكم الله، خشي كده المقابر وخلي أعزكم الله كلب يبقى ماشي جنبك كده، فالكلب يجي على قبر معين ويعوي، فأنت تقول عادي، لا، القبر صاحبه يعذب. القبر اللي عوى عنده الكلام ده منين؟ لأن الكلب رأى ما لا يستطيع النطق به. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي خد المزية دي من البشرية، اللي كان بيعرف إن هو أن يرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تكاشفتم لتصارعتم. ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان انت لما بتنزل تكشف. ولذلك احنا ما بنشوف على الفيديوهات المنتشرة على الفيسبوك ولك شوف اللطمة على وشه ولو ترى اذ الملائكة يضربون وجهه، كل الكلام ده دجل وش عاوز. طبعا ابدا. ليه؟ لان الله ستير يستر على عبده. صحيح. ونعم بك. ومن رحمة ربنا ان ما يفضحش عبده ابدا، يحاسب عبده بينه وبينه. وخلي بالك الميت له حرمة كحرمة الحي. الميت له حرمة كحرمة الحي. يعني واحد مات فتيجي تشتمه يوم القيامة ربنا هيقتص منك. ليه؟ هياخده منه. حتى ان هو خلاص مات فخلاص بقى. لا ابدا، ده له حرمة كحرمة الحي. ولذلك احنا واحنا بنغسل الميت لو وقعت شعرة منه بنحطها. صحيح. لو واحد مثلا من الناس اللي هي ما بتعرفش حاجة وبتخش كده وخلاص، لو كسر صباع نقول له تعالى عليك في الدية. لو عمل مشكلة عليك في المقدار المحدد. ليه؟ لأنه زيه زي الحي. ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فينادي على أهل بدر بأسمائهم، كان ينادي على أهل أحد بأسمائهم، كان ينادي على المشركين بأسمائهم، ويقول لهم، يقول للصحابة كده إنهم يسمعونني كما تسمعونني. بدليل ان احنا لما بندخل المقابر، عشان بعض برضو التعليقات اللي جت انه لا احنا خلاص هم بيبقوا انقطعوا تماما عن الدنيا، بدليل ان احنا لما بندخل المقابر بنقول السلام عليكم دار قوم المؤمنون انتم السابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون. وسيدنا الامام يعني علي احنا بنقول لمين؟ اذا هم بيسمعونا وبيردوا علينا. لا، ده سيدنا الامام علي كمان زود لنا حته، قال لو قال احدكم لا اله الا الله داخل القبور وشاء الله أن يسمعه لأسمعه كل من في القبور وهو يقول يا هذا لو علمت فضلها ما سكت لسانك عن قولها. سبحان الله.